فليعلم أن المأكل منه ما يحل ومنه ما يحرم. فاللحم أمره شديد في دين الله تعالى، والتساهل فيه لا يجوز. من ذلك أكل الميتة، فيحرم أكل الميتة، والميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. وما هي الزكاة الشرعية؟ الزكاة الشرعية هي التي تكون بقطع مجرى الطعام ومجرى الهواء بآلة حادة كالسكين. فلا يجوز أكل الميتة كأن تموت خنقا أو بواسطة الكهرباء أو بنحو ذلك. ويلتحق بذلك أيضا أكل اللحم المشكوك فيه، هل ذكي الزكاة الشرعية أو لا؟ فقد روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبت صيدا بسهمك ثم غاب عنك، أي الصيد غاب عنك، فوقع في الماء فلم تدري أقتله السهم أم الماء، فلا تأكل لحصول الشك. من هذا الحديث أخذ الفقهاء على أنه لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه، ونقل الإجماع في هذه المسألة على ذلك العالم القرافي في كتاب الفروق. وأما ما يقوله بعض الناس عند موضوع اللحم: سم الله أنت وكل، يقتطعون جزءا من حديث للبخاري رضي الله عنه أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أناسا قريبي عهد بإسلام يأتوننا بلحمان، فلا ندري أسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سموا الله أنتم وكلوا. هذا الحديث في أناس مسلمين لكنهم ليسوا فقهاء، تركوا الكفر منذ وقت قريب، وكانوا يذبحون بالطريقة الشرعية لكنهم ليسوا فقهاء. فالسيدة عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أنهم ليسوا فقهاء، نحن لا ندري هل سموا الله عند الذبح أم لا؟ فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: سموا الله أنتم وكلوا. وهذه التسمية من باب الندب لا من باب الوجوب، أي أنها ليست فرضا، لكون هؤلاء من المسلمين ولكون الذبح تم على حسب الطريقة الشرعية. فالمسلم الذي ذبح على حسب الطريقة الشرعية فإن الذبيحة قد حلت ولو لم يسم الله تعالى. لذلك فليعتني الإنسان بأن لا يدخل جوفه إلا من الحلال، فإن أول ما ينتن من الإنسان في قبره بطنه. اللهم ارزقنا الحلال وجنبنا الحرام يا أرحم الراحمين.